تتلاحق الأحداث وتتزاحم الملفات في البحرين، فمن استمرار القمع وترحيل العلماء إلى اقتحام السجون مرورا بممارسة العقاب الجماعي الذي بات أحد ثوابت السلطة في تعاطيها مع مطالب الثورة، وصولا إلى الضغوط الهائلة التي تمارس على أهل الشهيد عبد العزيز العبار لقبول وثيقة وفاة تفضي إلى تجهيل قاتليه. بأن يواروا انتهاكا لكل الأعراف الإنسانية، كل هذا من أجل أن يرجع هذا الشهيد. كل ذلك يجري والشعب البحراني مصر على التمسك بحراكه الذي يتجدد يوما بعد آخر، فقد شهدت أغلب المناطق حراكا واسعا على الرغم من محاصرة القرى والبلدات من قبل قوات أمن النظام التي فاجأها ثوار السنابس بابتكار أساليب جديدة في المواجهات، فيما قامت بإغراق بني جمرة بالقنابل السامة. شعارات انتفاضة الأعراب التي انطلقت من حناجر الثوار الليلة الماضية رسخت حقيقة دخول الثورة مرحلة جديدة ربما تضيق الخناق على السلطة التي فقدت جميع أوراقها. فيما كشفت في الجانب الآخر أن الثوار يمتلكون من الأوراق والخيارات ما يستطيعون من خلالها مفاجأة السلطة ومحاصرتها كيف ومتى شاءوا بحسب مراقبين. انتفاضة الأعراض مثلت علامة فارقة في تاريخ الثورة البحرانية، فهي في الوقت الذي خلقت فيه فضاء آخر لمقاومة الانتهاكات، فإنها في ذات الوقت كرست قبضة الثائرين في اتخاذ المبادرة ووضعت السلطة في موقع المدافع الذي بات التعب والإنهاك والإرباك سمة من سماتها ستلازمها إلى حين موعد سقوطها.